السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا الانتر 2011 اهي اتش دي، هنركب فيها كاسيت، او ركبنا كاسيت ادريان ام 21، كاسيت ادريان ام 21 في جي بي اس. الكاسيت ده اندرويد، في جي بي اس، في جوجل بلاي، في يوتيوب، بس اليوتيوب ما بيشتغلش فيه لان ده اصدار قديم. في المابس اهو اليوتيوب فيه بيشتغل من جوجل كروم، بس هو فيه يوتيوب اهو بس ما بيشتغلش، تخش عليه مش هيشتغل. هنعمل اتصال، بتاخد من الموبايل هوت سبوت، تفتح الكاسيت كأنك بتفتح موبايل بالظبط، وتخش اهو فاتحين هوت سبوت من الموبايل، تكون فاتح داتا، وياريت تخلي الباسورد بتاع الموبايل من 1 لـ 8. في اي كاسيت اندرويد تخلي الباسورد من 1 لـ 8 عشان الكاستات دي صيني، عشان تقرا الداتا. تمام، اهو كده اتصال، اهو ظهرت علامة الواي فاي في الكاسيت من فوق اهو. طالما ظهرت العلامة دي يبقى كده انت في نت داخل الكاسيت اهو. تمام، هنخش على جوجل بلاي عشان التسجيل، واول ما بتشغل الجيميل بتخش على جوجل تحدث الجهاز، دي النافيجيشن اهو شغال تمام مفيهوش اي مشاكل. لكن اليوتيوب بتخش من جوجل كروم، هو عليه ايقونة اليوتيوب بس ما بيخشش، بيكتب لك خطأ 400. تمام، لان الكاسيت ده اصدار قديم او الاندرويد بتاعه قديم اهو، شايفين بيكتب لك خطأ 400. فانت عشان تخش من الجهاز ده هتخش من جوجل كروم، وهنشوف مع بعضنا داخل ازاي من جوجل كروم. وزاد ان احنا هنركب برضك النهاردة كاميرا اهو، بنسجل في جوجل كروم اهو. اليوتيوب اهو زي ما قلت لك، بتخش من بره من جوجل كروم وتبحث عن اي حاجة. انا بحث عن القناة وفتحت معايا اهي القناة اهي، نكتب حمادة دي جي، هتنزل معاك القناة بس من بره. لكن تخش من أيقونة اليوتيوب لا، صعب شوية لان ده اندرويد قديم او عايز سوفت. يعني الكاسيت ده بيجي معاه بيجي بتلات فلاشات، 2 خلفي و1 امامي زائد كارت ميموري. جبنا وسطين تطويل يو اس بي علشان خاطر اهو الكابلين دول قصيرين، فاحنا وادي التالتة اهي والكارت ميموري فوقيها اهو ويو اكس، فاحنا هنجيب لها وسط تطويل يو اس بي عشان خاطر نرميها في الدرج. هنرمي الوسطين دول في الدرج اهو، 2 USB نحطهم في الدرج اهو الاتنين دول. تمام، وادي الكاميرا اهي، حاجة محترمة، كاسيت 7 بوصة ادريان M21 اندرويد اهو. الجهاز ده اندرويد فيه كل حاجة ما عدا اليوتيوب، بتخش من جوجل كروم بس. تمام، في بلوتوز، في نافيجيشن، في ميرور لينك، في مابس، في جوجل بلاي، في كل حاجة ما عدا اليوتيوب لازم تخش من جوجل كروم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع تحيات حمادة دي جي.